قصة قصيرة بعنوان خزانة في دولابي. اتخذ أبي قرار أنه سوف يبيع المنزل الذي نعيش به ويشتري منزلا آخر. لم نأخذ معنا أي غرض من أغراض المنزل، لأن المنزل الجديد به كل ما نحتاجه، فأخذنا الأشياء التي لا نستطيع تركها في المنزل مثل ملابسنا وصورنا العائلية وغيرها من تلك الأشياء. بعد بضعة ساعات من ترك المنزل القديم وصلنا إلى المنزل الجديد، وعندما خرجت من سيارة أبي قالت أمي: هيا لقد وصلنا إلى المنزل. قلت لها: أعلم ذلك يا أمي، ولكني الآن أتأمل المنزل، فهو جميل جدا من الخارج. وبدأت أفكاري تتهاوى وتتهاوى، صرت أحدث نفسي وأقول: كم أن هذا المنزل جميل، يا للروعة. ثم ذهبت إلى الخارج مع أمي، إلى الداخل مع أمي، ويا لدهشتي بما رأيت، فكم أن هذا المنزل جميل حقا. إنه مثل قصر من قصور العصر القديم. صرت أتأمل المنزل وأتجول به حتى رأيت غرفة أثارت إعجابي بشدة وجذبتني حتى أنظر إليها، ثم دخلتها. لم أتحمل وفتحت الباب بهدوء تام. عندما رأيت الغرفة من الداخل حقا أثارت إعجابي، وتشوقت لأن أتفقد كل شيء في الغرفة. رأيت السرير، إنه سرير مثل سرير طفل رضيع، مجهزا وبه ألعاب ومزينا بنقوش على السرير، ومنظرها جميل. التفت إلى الوراء فوجدت دولابا. هذا الدولاب كان حقا منظره جميل جدا، وعليه نقوش مثل النقوش الفرعونية وغيرها. تفقدت الدولاب من الداخل فوجدت خزانة لقد جذبتني إليها حتى أنظر وأتفقد ما بداخلها، لكني وجدت شيئا لم أتوقع أن أراه، فهي مثل عالم الخيال، شيء يفصل ما بين الحقيقة والخيال. إنه حقا منظر جميل، خضروات وحيوانات وطيور وسماء زرقاء صافية، ويعيشون بها سعداء، والخير يملأ المكان والسعادة. فقلت لنفسي: كم أن هذا جميل، وما بالك بهذا الجمال، كم أن هذا المنظر جميل جدا، لا أتعجب من هذا، فكم أن هذا المكان رائع حقا. إن كان هذا جميل فما بالك أنت برب الجمال.